السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سامي جيد معكم يا محمد. فيديو النهاردة يا جماعة من سيرفر مش هقول عليه تهيس، لا هقول عليه مميز بجد. سيرفر قوي جدا جدا جدا، ومن حوالي كده أقول لك بقى إيه أحسن سيرفر لعبته في الإصدار ده. هقول لك ليه مميزات كتير جدا هنعرفها مع بعض، بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير في كل جروبات صفحات كونكر تهيس. أهلا بكم. سيرفر أتلانتس، المدينة الضائعة. طبعا يا جماعه السيرفر ده مميز جدا، لو عملنا تشيك كده بس على الصف كده هتشوف فيه تغييرات قويه جدا، على الرغم ان الاصدار ده طبعا احنا لو فتحنا هنا اهو الاصدار ده 6300، تمام؟ متخيل انت؟ يعني يا معلم هتلاقي فيها لغايه الشخصيه كمان فيها دراجون وورير، فيها شخصيات كتيره جدا جدا مميزه بجد وقويه. طبعا المفروض يكون فيها بيرفكشن، المفروض يكون فيها جناح، بس الحمد لله متشالين، تمام؟ زي ما انت شايف البايرت موجود والدنيا مرتاح اهو زي ما انت شايف. احلى لعبه يا معلم هتلعبها في السيرفر ده، البنج متظبط طبعا، الاف بي اس كويس جدا، يعني انت ممكن كمان تعمل شفره بتاعت الاف بي اس، هترفع لك الاف بي اس جامد زي ما انت شايف اهو. طبعا اللعبه قويه بجد مش كلام. سيرفر انا عاجبني شخصيا، والله انا عاجبني شخصيا بجد. طيب اول حاجه تشوف مميزات دروب، واحده واحده هنراجع كله، من 5 لـ 1000 سي بي اس، وكمان بيوقع دراجون بول واكسبولات. طيب يبقى احنا نشوف كده الموضوع ده، هل فعلا بيوقع شنط سي بي اس ولا كلام؟ طيب تمام اهو، اول حاجه كده نشوف اهو في شنطه سي بي اس وقعت هنا، جرين سي بي اس، وطبعا في صناديق اكتر اهو بيربل. وريني تاني حاجه بقى اعلى شويه يا ريت، اكسبولات زي ما انت شايف. لا الموضوع في اللذيذ والله، الموضوع في اللذيذ بجد، كل ده هنجربه. بص بص نعمل بقى ايه السكيلة دي. ما فيش حاجة وقعت، هي بتوقع لك شنط، يعني انت تركز في الدروب بتاعك يا معلم. اكسبولات اكسبولات، موضوع ايه؟ عايز هنت وشغل عالي جرين، مع انه اعلى اصلا قبل ما كنت بجرب، واعلى صندوق كبير مش عارف ليه مش عايز يقعد، شكله كان بالحظ. طيب عشان برضو مطولش في الفيديو، زي ما انت شايف نشوف كده الشنطتين دول بيعملوا ايه. ده بيديه 5 بس اهو زي ما انت شايف، عندك هنا دي اداني 20 سي بي اس. يا مرح شفت ازاي؟ هتلاقي ناس بتهنط وتلاقي ناس كده شغاله، والسيرفر فعلا فعلا روعه جدا، واتعملت له تعديلات كتيره. احلى حاجه بقى بالنسبه لي انا ان هو لا في بيرفكشن شغل الشلل ديه، ولا في جناح هنا، بس الورد روم موجود فيه خانه الاجنحه، وانا كلمت الدعم ان شاء الله هيشيلوها فيما بعد. يعني كده السيرفر هادي ما فيهوش العك والافكتات الكتيره، متظبط متظبط حرفيا زي ما انت شايفها. بص كده اهو حاجه دلع الدلع والله. طيب ايه تاني مميزات برضو؟ بلس 12 اخره، ليفل 140، طبعا بتاخد ستاف جاهزه غير الموجوده هنا، خلي بالك ستاف احنا عدلناها، ستاف بلس 6 تو سوكت دامج 7 تمام. بص ممكن اعدلها هنا، وغير كمان برضو دراجون بول دراجون جيم وميترز والكلام ده كله اهو، ستاف تو سوكت ممكن احنا نعدلها قدامك اهو عشان نتاكد ان احنا فعلا بجد مش كلام. دامج 7 ميتر سكرولز وغيره، مفيش بيرفكشن، مفيش اجنحه، مفيش شخصيه الويند ووكر. احلى حاجه كل السيستمات شغاله كويس جدا، والايفنتات ايبك نينجا والمونك ودراجون وورير موجودين، دراجون وورير كراكتر طبعا من الشخصيات التقيله بجد، ولو انت حريف دراجون وورير يبقى يا معلم تقريبا ده نينجا، لو انت حريف اهو دراجون وورير اهو، لو انت حريف دراجون وورير بجد تعال نافس الناس اللي بتلعب دراجون وورير هنا، تعال نافس الناس اللي بتلعب نينجا وغيره. على فكره عتاوله 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 بجد، على الرغم من ان الاكونت بتاعي يعتبر اعلى اكونت، بجد مش هزار والله اعلى اكونت، لان مفيش ناس كتيره جدا مقفله، لا الاينر عفوا لا سيستم سب كلاس ولا مقفله الحاجات دي خالص. بس يا معلم لا انا بقى متقفل لي كل الكلام ده، يعني واخد اكونت جاهز، بس هو مش كينج حرفيا حرفيا حرفيا، يعني ناس تقيله جدا في اللعب. فانت بقى لو قد اللعب ده انزل العب، انا بقول لك اهو. عندك كمان هنا كل السيستمات شغاله زي ما قلت لك، عندك وحوش النمسيس السنو بانش و يعني النمسيس والسنو بانش والدراجون
والكلام ده كله نفس الاماكن بتاعتهم بالظبط، خلي بالك نفس الاماكن بتاعتهم بالظبط تمام. يعني الاماكن القديمه اللي هو في الفروزن والسنو مثلا اللي هو في المكان بتاعه وغيره وغيره يعني فاهمني ازاي، بس انا مش فاكر مكان السنو شويه كده. طبعا مميزات الفي اي بي، الدروب بيجي لك على الاتم على طول، اوتو تشي اوتو تشينج، في اللي تشي ولا تشينج على فكره، دايلي ايفنت اللي بي كي اللي جلد وور، ويكلي ايفنت جلد وور سكيل تيم 6 اف وهو اكيد هتلاقي فيها الاليت على فكره. مفيش التشالنج ولا تشيو سي بي اس اند ماني دونيشن، اكيد شراء يعني قصده دونيشن هو ان انت تشتريهم، الشراء فقط هيكون في اي بي فقط لا غير تمام. هنا بيقول لك ممكن تبيع او تشتري في اللعبه، بس انت المسؤول عن نفسك في خلال عمليات البيع والشراء من الحرمية وغيره. يعني بيقول لك كده من الاخر ان اصحاب اللعبة او المطورين بتوع اللعبة لا يا عم الحاج احنا ملناش دعوة، ملناش دعوة، انت تشيل نفسك. طيب تعال نشوف بقى السيرفر بيسجل ويحمل ازاي. اتلانتس، نخش على صفحة الريجستر، بنسجل اليوزر نيم الايميل الباسورد باسورد تاني، السؤال الاجابة دوس على كده I have read and agree the game rules، بعد كده I'm not a robot ودوس على submit، اكتب اسم تاني اسم الاكونت ايميل باسورد باسورد تاني السؤال الاجابه، بعد كده دوس على المربع اي ام اجري اي هاف ريد اند اجري جيم رولز اي ام نوت روبوت، دوس بعد كده على سبميت داونلود. انا بقى ايه يا معلم اقول لك، دي البجات الاضافيه، يعني انت لازم اصلا تحمل الكلاينت، دي البجات اللي هتحملها فيما بعد لو لا قدر الله اللعبه ما عرفت ما حملتش معاك اوتو، تقدر تحملها من الويب سايت وتعدلها زي ما انت شايف اهو دراجون بول وقع. يا عيني يا عيني يا دلع يا دلع انت تعمل لك ارشر وتظبط بيه نفسك، هتاخد اصطف سوكت جاهزه بلس 6 ده ميك 7، انت متخيل؟ انت متخيل ان انت هتاخد صف جاهز اصلا؟ يعني فهمني والله عدلتها اقسم بالله عشان خاطر ان انا لما اجي اعمل اعلانات عليها ولا حاجه قلت لهم لا، في ناس كده كانت مظبطه شويه نفسيها، لا يا عم الحاج انت معلش الناس اللي هتنزل جديد لازم تاخد صف يعتبر جاهز لحد ما، يعني فهمني ازاي؟ اتمنى يكون بص زي ما انت شايف تلاقي ناس طفت سوكت دي، بس دي من بدري شويه، اكسبولات ناس بتبيع بتشتري ناس غيره، جرمانات ماونتات ايفنتات حوارات حاجات جميلة جدا جدا جدا. اصطف زي ما انت شايف، على فكرة انا برضو اسعار الحاجات الاستونات وغيره نفس اسعار الكونكر العادية بالظبط، والله نفسها بالظبط، فما تقلقش من اي حاجة يا مان. كده ده كان نهاية فيديو عفوا اتلانتس المميز والحصري، لعبة قوية جدا، أنا مستنيكم في السيرفر ده، هتلاقي رابطها في الوصف، لأن السيرفر فعلا فعلا يستحق الدعم، زي ما أنت شايف كفاية إنه رحمنا من شخصية الويند ووكر اللي أنا أصلا بكرهها، وكمان الويند ووكر بكرهها ليه؟ سكيلة الفاست بليد بتاعته اللي هي التثبيت دي مملة جدا يا جدعان، وتاني حاجة البرفكشن ملغي، فأنت بتلعب إصدار فعلا فعلا مش موجود نهائي، وأنا تقريبا نسيت أدمج الاكسسوارز. تعالى كده تعالى كده اهو بليزد، خلي بالك انا بدمج في الواحدة 5000 سي بس، خلي بالك واي رايت ووبن تمام كده كده دمجناه زي الفل. كان معكم يا محمد من فيديوهات لعبة اتلانتس المميزة، في فيديوهات كتيرة جدا هتتعملها بإذن الله تعالى، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.